احنا اليوم في اختتام الدورة العاشرة لمهرجان العلوم اللي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس اللي كل سنة كيشرفنا بهذا الرعاية السامية ديالو. هذا العام اختارينا شعار الدورة هو الماء أولوية الأولويات، والحمد لله دونك دازت 3 ايام مليئة بالأحاسيس جميلة، واللي كسميتو النجاح نتاع الدورة هذا كاع الناس كتشهد به، حيث انه عرف زيارة اكثر من 4000 تلميذ. من كنقول 4000 تلميذ اللي 11000 جاو في زيارات منظمة، و 3000 اللي كانت زيارات للعموم مفتوحة للآباء والأبناء. وهاد الدورة هذه كذلك دونك كانت فيها 131 ورشة، دونك كاينة الورشة اللي كل عام كيشاركوا معنا، دونك هما الشرطة اللي كيشرفونا بجوج تاع الورشات من خلال البطاقة التعريف الوطنية اللي كيعرفوا الشباب على كيفاش كتخدم وشنو هي الأهمية تاع البطاقة الوطنية، وكذلك مسرح الجريمة. وكاين 130 أتوليي اللي كينظمها 24 نادي، وهي في مختلف الميادين. وصراحة دونك حنا خدمت توتين ايكيب اللي خدمت على هذا المهرجان، اك الله كان جو رون ان هوماج. وصراحة اللي خدموا بوندون مينيموم واحد 4 شهور، اللي كانوا فيها عدة اجتماعات، ما نقدرش نقول لكم العدد نتاع الاجتماعات وعدد ساعات العمل. و دونك سي توت اون ايكيب دو بينيفول جون اللي كيقراو كيتابعوا الدراسه ديالهم، و اون ميم طون كيجيو ينشطوا في دار العلوم وكيبريباريو لا من ناحيه لي ماكيت ولا من ناحيه لي دونك سي لو كونتوني سيانتيفيك اللي كيخدموا عليه، ولا من ناحيه التنظيميه. نحن الان بصدد الاحتفال بالاختتام ختام الدوره العاشره المنظمه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهذا الحفل الاختتام ينظم أساسا أولا لتكريم بعض الشخصيات وبعض الفعاليات التي تشتغل في المجال التربوي والمجال العلمي. وهذا الحفل هذه السنة في هذه الدورة تميز باتفاق توقيع اتفاقية شراكة مع جدرة فونديشن. وجدرة فونديشن هي جمعية غنية عن التعريف، فهي تعنى بتكفل بالطلبة بعد البكالوريا، وفي إطار التكامل بين الجمعيتين فالفونداسيون عمر بن عبد العزيز تتكفل بالطلبة ما قبل البكالوريا، وبهذا يعني غادي يكون عندنا واحد الكوطة في الاحتضان ديال الطلبة. ونزف بشرى تصدير مفهوم مهرجان العلوم إلى جهة الدار البيضاء. سنحاول تنظيم الدورة الأولى بشراكة مع جدرة فونديشن، فيمكن أن نقول أن فكرة مهرجان العلوم أصبحت فعلا وطنية، ونطمح إلى المزيد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.